السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: العراقيون يرفضون الأحزاب وانتخاباتهم الوهمية. مشاهدينا الكرام، قبل الدخول في تفاصيل هذه الحلقة نود التنويه هنا إلى أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. الآن نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. إرادتنا السياسية إرادة قوية، ما نسمح أنه تروح يعني عمليتنا السياسية أدراج الرياح، ما نسمح إطلاقا. لا يوجد إصلاح على الإطلاق بدون تغيير الأحزاب الكل وانتخابات جديدة حقيقية ومفوضية انتخابات حقيقية. بالنسبة للانتخابات القادمة أنا ما شارك بها، لأن هاي الانتخابات لا تقدم ولا تأخر، وسويت لنا الانتخابات السابقة حتى سوينا هاي الانتخابات، فماكو فائدة من هاي الانتخابات. ما نسمح إطلاقا ولا يمكن، لو نجيب الناس بالقوة ونقعدهم ها هم نسوي. أهلا بكم من جديد. بعد الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 وقدوم حكومات ما بعد الاحتلال للعراق مع الكثير من الوعود بحياة مرفهة وديمقراطية وحرية التعبير، إلا أن العراقيين لم يلمسوا من هذه الوعود أي شيء. بدأت مأساة العراقيين منذ عام 2005 في أول انتخابات أعلنتها حكومات ما بعد الاحتلال التي قاطعتها القوى الوطنية المناهضة للعملية السياسية ومخرجاتها، وعلى رأسها هيئة علماء المسلمين في العراق التي دعت العراقيين إلى مقاطعة الانتخابات بسبب كونها نتاج احتلال وستنتج حكومات مشوهة، في وقت دعمت مرجعية النجف الائتلاف العراقي الموحد الذي ضم كل الأحزاب التي حكمت منذ ذلك الوقت ولغاية يومنا هذا، والتي تسببت بدمار العراق كما يؤكد العراقيون. وها نحن هنا مشاهدينا الكرام بعد 15 سنة منذ أول انتخابات تسعى أحزاب السلطة للبقاء في الحكم عن طريق الانتخابات التي أعلن عنها رئيس الحكومة المؤقتة مصطفى الكاظمي في العام القادم. نطرح عدة تساؤلات هنا: هل باتت خدعة الانتخابات تنطلي على العراقيين بعد 17 عاما من تجربة نفس الوجوه؟ ما الذي يمكن أن تقدمه أحزاب حكومات ما بعد الاحتلال بعد كل هذه السنوات من الوعود الوهمية؟ وأيضا ما الضامن لإجراء انتخابات نزيهة ومستقلة في ظل فساد حكومات وتزوير الانتخابات في العراق الذي شاهدناه مؤخرا في الانتخابات السابقة؟ هذه الأسئلة مشاهدينا بإمكان حضراتكم أن تشاركونا للإجابة عليها عبر أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا عن طريق خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. إذن مشاهدينا، بالحديث عن موضوع تزوير الانتخابات والتوقعات الحكومية بأن هذه الانتخابات القادمة ستكون مزورة، عضو لجنة النزاهة النيابية النائب كاظم الشمري قال إن جميع المؤشرات تدل على أن الانتخابات المزمع إجراؤها العام القادم لن تكون نزيهة. الأسباب التي دعت الشمري إلى هذا الحديث دعونا نتعرف إلى تفاصيلها. يقول النائب أن قانوني الانتخابات والمفوضية شرعا في ظروف صعبة وتحت ضغط التظاهرات وتضمنا خللا كبيرا، مضيفا أن جميع المؤشرات تؤكد عدم إجراء انتخابات نزيهة وإنها ستكون انتخابات مزورة، بل أن جهات سياسية نافذة بدأت من الآن بعملية شراء بطاقات انتخابية على حد قوله. هذا عضو لجنة النزاهة النيابية النائب كاظم الشمري.
هذا اعتراف وتصريح حكومي، وإن كان ضمن إطار الصراعات السياسية، لكن هذا لا يمنع أن ما يخرج هو حقائق ثبتت سابقا والآن هي مجرد تأكيدات على ما كان مثبت سابقا. معنا اتصال الآن السيد أبو طه من بغداد، تفضل يا أبو طه. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. تحية خاصة لك ولا قناة الرافدين المجاهدة. أهلا وسهلا، حياك أستاذ محمد. بالنسبة للانتخابات، نعم، أنا أطلقها من أطلق الشعب العراقي، يعني مقدما زين الانتخابات مزورة. نعم زين الانتخابات مزورة 99%. على شنو استندت بهذا الرأي يا سيد أبو طه؟ يعني حضرتك اعتمدت بشنو على وصولك إلى هاي النتيجة؟ والله أستاذ محمد المفوضية مخليها زين. نعم المفوضية مخليها كلها علما تابعة الأحزاب، مو تحكم البلد، تحكم الأحزاب. نعم والميليشيات فهم يقدرون يعرفون الكرسي بعد، يعني يقتلون أهم وأبوهم على مود الكرسي ما يعرفوا. نعم يعني وخافوا مال 2018 الانتخابات. نعم 18% زين البقية تزوير. لا هاي الانتخابات الجاية كلها تزوير، لأنه خافوا أيامهم قامت. أنا أقول لك إياها، يعني أيامهم قامت تقرب الآن هيثبتون وجود ماسكة. نعم زين راح يفوت من جواهم وياخذهم، بس اذا يتهيئون من هسه يشترون بطايح انتخابيه. نعم يوزعون مبردات، يوزعون صوبات، يوزعون كذا. بس هاي بعد اذا الشعب صدق هو وعى على زمانه، بعد هاي الامور حتمشي عليه. نعم زين بانهم جبناها من اول انتخابات من انتخبوا قائمه 555 وطلعت القائمة، انتخبوا القائمة كذا، فهي مزورة، يعني مزورة. نعم. مزورة أستاذ محمد. شكرا جزيلا سيد أبو طه من بغداد، أشكرك. معنا السيد أبو عبد الله من بغداد، تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم أستاذ، أشكرك في بشر آخر. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، أهلا وسهلا أستاذ. بنتحن عليك تقول التزوير موجود. طيب التزوير موجود عالمية من يقوم. نعم التزوير العام قبل 2019 التزوير من طب نيران تم ترين الحكمات عليك طبعاً صحابة. نعم بدل الثاني خارج العراق، هذاك اليوم واحد صاحبي خارج العراق ما في له بطاقة ومال كثير بطاقة ومال مع ناقلين. نعم التزوير 100%. طيب شنو الضمانات اللي عند مصطفى الكاظمي انه هو يقدر يسوي انتخابات، يجري انتخابات نزيهه مستقله؟ ما مصطفى الكاظمي يا رئيس الوزراء ما يقدر. ليش؟ تزوير 100%، سابق الحزب اخر وما حد يوصل. نعم. هسه من اللي شافه بعد يوم الشهر الرابع كل بدي على بغداد على يا استاذ رحمن ابو. نعم التزوير 100%. انا اشكرك يا سيد ابو عبد الله من بغداد، وصلت الفكره. معنا السيد ابو عمر من بغداد، تفضل يا ابو عمر. ما شاء الله استاذ محمد، الله يسلمك، حياك. حيا الله قناه الرافدين ومشاهدين قناه الرافدين، الله يسلمك ويبارك بيك، والرحمة على شهداء ثورة تشرين المباركة، وأيضا الرحمة على شيوخنا العظام ومنهم الشيخ المجاهد البطل المرحوم حارث الضاري رحم الله وسلم وجناه بفسيحه. نعم أستاذ محمد، بالنسبة لموضوع الانتخابات موضوعكم يعني جدا الشعب العراقي كله مهتم به، لكن موضوع الانتخابات على شكل الأحزاب اللي تريد الانتخابات مبكرة في وصول هذه الاحزاب اللي من 2003 لحد الان كالشعب العراقي وكاني مواطن عراقي، فالشعب العراقي في الداخل وفي الخارج رفض هذه الاحزاب ورفض هذه الميليشيات. نعم. لان هم سبب دمار البلد وسبب تخريب البلد في الداخل وفي الخارج، ليس انا بانه كمواطن، لا
لو الدول العالم العربية كلها، دول العالم العربية كلها اللي كانت عايشة بالعراق ووضعها وتطب وتطلع بالعراق لكانت شافت الموضوع في السابق أحسن من موضوع وقتنا الحاضر اللي هي الأحزاب دمرت العراقيين وحتى دمرت الشعوب العربية أيضا وسمعتهم خربوها في ظل هذه الأحزاب وفي ظل هذه الحكومات عند 2003 ولحد الآن. أما يريدون انتخابات على شكل اللي ضوء اللي هم يريدون ينتخبون به بوجود سلطتهم الحاكمة كسلطات الأحزاب من قيادات الميليشيات هادي العامري وقيس الغزعري ومقتدى الصدر والمالكي هذول جميع هذول الأحزاب العراقيين احنا راضيهم، هم سبب خرب دمار العراق وتدميره وسرقة أمواله، كيف احنا نعتمد على هيك ميليشيات وهيك أحزاب قتلت الشعب العراقي ودمرته من 2003 لحد الآن؟ يعني اللي يردوه من عندنا النازحين اللي صاروا تقريبا من 2014 لحد الآن جبهة الصخر وعملية البلوجة وباقي النازحين اللي هم متدمرين سبب هذه الميليشيات وسبب هذه القيادات، ماكو واحد من عندهم بين موقفه النزيه او الشريف، راح اعتذر من عندهم ورجع النازحين الى اماكنهم وعوضهم واعتذر على اللي صار، اي قاده ميليشيات من هذه المجاميع ما بادر هذه المبادره، فالناس لحد الان اولادهم اولادنا واهلنا كلهم بالسجون. وما عدا اللي داعيك عن الـ الناس اللي مغيبين ما يعادل مليون الى اكثر، يعني كيف انه نعمل بهيك حكومه بهيك احزاب نريدهم مره ثانيه العوده الى حكم السلطه وتنفيذهم بالمطالب اللي ما قدروا ينفذون اللي صار اكثر من 17 سنه لا تعيينات قدموا لا ومعامل فتحوا لا شركات لا كل شيء، كل اللي هم دمروا سبب العراق، فاحنا كمواطنين عراقيين استاذ محمد نرفض هذه الاحزاب وحكومات السلطات اللي حكمت العراق، احنا نريد انتخابات غير هذه الانتخابات هذه وجود هذه الاحزاب، لان سبب دمار العراق هم دول العناصر اللي موجوده في حكم السلطه، فاحنا نريد ناس نزيهين ما منتمين اي حزب ما منتمين. طيب شلون تتحقق شلون تتحقق هاي المطالب يا سيد ابو عمر؟ نعم هذه المطالب اللي حضرتك ده تدعو بيها انه انت تريد انتخابات نزيهه ومستقله، كيف ممكن تتحقق في ظل وجود هذه الأحزاب في ظل وجود هذه الميليشيات الموجودة الآن في العراق؟ أستاذ إحنا بالنسبة دولة في وجود هذول الأحزاب ما يمثلون الشعب العراقي، خلي عددهم يعني ما يعبر المليون شخص، هم ميليشياتهم روح مليون ونص بالزايد، فإحنا المليون ونص المليونين يعني 38 مليون ما يمثلون الشعب العراقي أستاذ العزيز، ما يمثلونه الشعب العراقي هسه وين ما تروح تسأل بالمحافظات في بغداد وفي كافة المناطق الغربية سبب الخراب أستاذ، يعني دمروا محافظاتنا الغربية والموصل سواء بعد الجماعية فيها حتى الآن أيضا كذلك المظاهرات اللي موجودة في المناطق الجنوبية وإخوان أهل المحافظات هم أبادوهم حرقوا خيامهم دمروهم، لأن إحنا وجودنا في شعب عراقي مواطنين عراقيين شلون إن دورنا في وضعنا بالعالم كله إنه هاي الأحزاب نبقى على موافقته فيصير مهزلة وضحك للعالم كله إذا وافقنا على دول الأحزاب وبقاهم في السلطة، فإحنا الشعب العراقي كنا راضين رفض تاما بوجود هذه الأحزاب. وصلت فكرتك يا أبو عمر، أنا أشكرك شكرا جزيلا كنت معنا من بغداد. عندنا رسالة من السيد مبروك من الإمارات بعد التحية والسلام يقول بعد 2003 وتبعاته جاءت حكومات تريد أن تفعل الرفاهية للعراقيين كوعود يعيدونهم فيها بحياة مرفهة وحرة وكريمة، لكن العراقيين يرفضون هذه الوعود لأنها ذهبت هباء منثورا، لذلك هؤلاء الأحزاب وانتخاباتهم الوهمية مرفوضة، ستأتي أيام هي كما قال الله في كتابه سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسومة، لذلك لا تتوقع يا محمد أن تنفذ وعود الحكومات لأنهم يبنونها على محاصصات مقيتة طائفية مرفوضة جملة وتفصيلة، لذلك الحل هو ثورة تشرين في سنوياتها الأولى تعود بقوة لتقتلعهم من الوجود هم وميليشياتهم المجرمة الآثمة بالقتل للأطباء والنشطاء وغيرهم كثير، الحق لن يضيع فما ضاع حق وراءه مطالب به
سيأخذه ويعيده لأهله بعزة، عاش العراق. شكرا جزيلا يا سيد مبروك من الإمارات. طيب ندخل أو نستمر بالحديث عن هذا الموضوع وقضية الصراع بين شركاء العملية السياسية. النائب عن تحالف أو ائتلاف دولة القانون قاطع الركابي، النائب عن ائتلاف دولة القانون، قال إن جهات سياسية ترفض اعتماد البطاقة البيومترية في الانتخابات المقبلة بهدف استمرار عمليات التزوير الذي تعتاش عليه هذه الجهات. أضاف النائب أن هناك من المقدمات الخطيرة المبيتة للتلاعب بنتائج الانتخابات القادمة وتزوير نتائجها هو اعتماد هوية الناخب الإلكترونية غير البيومترية بهدف حصد الأصوات، معتبرا ذلك تزويرا ومخالفة للقانون. على الرغم أن المتحدث وينتمي لائتلاف دولة القانون بزعامة نور المالكي المعروف ما هو تاريخه في حكم العراق، إلا أن هذا لا يمنع أن هذا الكلام أيضا هو يؤكد عليه كثيرون من ضمن العملية السياسية. طبعا النائب الآخر أيضا ضمن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي موحان قال إن عدم اعتماد خيار البطاقات البيومترية يعني تكرار مشهد التزوير وسرقة البطاقات وحصول بعض الجهات السياسية على مقاعد أكثر من استحقاقها. هذا أيضا تأكيد آخر. من معنا الآن؟ السيد أبو فاطمة من النجف، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبو فاطمة، أهلا وسهلا. الحقيقة موضوع الحلقة مهم جدا. نعم. وقضية الانتخابات الصورية الحقيقة منذ الغزو الأمريكي الإيراني إلى العراق إلى يومنا هذا، نعم، مجرد يعني ذرة مات في العيون وعلى أساس يوصل رسالة للعالم ترى أن العراق ديمقراطي وهناك انتخابات. نحن نعلم ماذا جرى في البداية عندما القائمة المغلقة إلى آخره وتم تمرير اليوم هم يستعجلون بهذا الانتخاب بهذه الانتخابات الصورية حتى يحافظوا على القانون الذي هما رسموه أخي الكريم في من خلال البرلمان وغيرها والمحكمة على أساس الاتحادية حتى يعني يحصلوا على نفس الامتيازات، ولا إذا تم تأجيل الانتخابات وتم تغيير القانون الأخيري طبعا المزايا اللي حصلوا عليها في السابق سوف يخسرونها ويخسرون هذه السيطرة الحقيقة على السلطة وعلى الحكومة وعلى الوزارات إلى آخره. نعم. هذا هو المشهد يعني. طيب يعني أنا عندي سؤال يا سيد أبو فاطمة، أليست رؤية القوى الوطنية التي رفضت الانتخابات الأولى منذ البداية ودعت إلى مقاطعتها، أليست الرؤية التي كانت تنظر الرؤية المستقبلية كانت صحيحة بما نشهده الآن واليوم تحديدا بعد مضي 15 عاما على أول انتخابات و17 عاما على الاحتلال، أن كلامها صحيح بأنه ستولد هذه الانتخابات حكومات مشوهة؟ طيب أنا أسأل بالنسبة للجهات الدينية، هذه الجهات التي تعتبر هي الآن لها مكانة معينة ضمن بعض العراقيين، لماذا لم تنظر إلى هذه النظرة التي تحدثت عنها القوى المناهضة للعملية السياسية وللاحتلال؟ لماذا دعت العراقيين وشجعتهم إلى انتخاب هذه الكتل التي أوصلت العراقيين اليوم إلى الحضيض؟ هذا محمد الأمور واضحة منذ أن أفتى السيستاني بعدم مقاومة الاحتلال. هذا معروف أخي الكريم يعني، ولحتى تكتمل الجريمة لابد أن يدفعوا بهذه، ودستور المجرم بول بريمر الذي أعطى للشيعة كذا وللسنة كذا، أخي الأمور واضحة. فإذا هذه المسمون برجال الدين هم الذين دمروا العراق، فأخي هؤلاء أيضا هم من سلسلة هذه العملية يعني الفاسدة، العملية التي تريد أن تدمر العراق، لأن أخي هؤلاء العاجم الموجودين على رأس السلطة الدينية هؤلاء ليسوا عراقيين، فبطبيعة الحال ليست لهم ولا للعراق، فهم يريدون أن يستمرون. وأخي أنا يعني أريد يعني أن أتساءل يعني متى نستطيع أن يخرج الآن يعني تجمع وطني حقيقي، حزب وطني. أنا أشك في أنه إذا خرج سوف يتم اغتيال بعض منه وستتم تقصد في داخل العراق.
نعم في داخل نعم. العراق نعم داخل العراق نعم، لكن سوف لن يسمحوا له بتأسيس هذا الحزب. يعني احنا انا اريد اتساءل، اريد مجرد يعني مجموعة وطنية ان تخرج وتعلن عن تأسيس حزب. فلذا بقيت هذه الوجوه، وحتى انا اقول وحتى اذا تغيرت قضية الانتخابات او القانون الانتخابي سيبقون هؤلاء نفس الوجوه المجرمة والدمج وغيرها في 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 الشارع. سؤال سريع سيد ابو فاطمة باختصار شديد، نعم. هل هناك ضمانات لسلامة القوى الوطنية إن دخلت إلى العراق وحاولت أن تشارك في العملية أو في عملية سياسية أو في الانتخابات؟ هل هناك ضامن لبقائها على قيد الحياة أو بقاء أفرادها أو بقائها بشكل عام؟ لا أبدا، بظل هذا الفوضى الأسلحة والميليشيات والكاتم وغيرها لا 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 أظن أخي محمد أن نعم. أن نضمن لهؤلاء يعني الحياة فعلا، يعني مش مشكلة، هذا اللي موجود، هذه المشكلة الرئيسية في البلد. أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد أبو فاطمة من النجف، معنا السيد عقيل من بابل، تفضل يا عقيل. السيد عقيل من بابل، عقيل موجود؟ معنا السيد أبو حسن من بغداد، عقيل غير جاهز، تفضل يا أبو حسن. السلام عليكم أخوي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. رب يحفظك إن شاء الله. أخوي محمد، هاي إرادة الاحتلال جابتهم هذول، نعم. هذول حكومة نصب واحتيال. نعم. نصب واحتيال تحتال على السذج. يعني يقول لك راح ننفذ لك كذا شغلات ونسوي لك كذا شغلات، من أول حكومة صارت. نعم. مبينة جت المشاكل، جت الطائفية. فجروا نعم. المرقدين. بعدين قتلوا مجد بن عمير المجد، حرقوه. نعم. مال الصقلاوية، مال الحويجة، هذول نصب واحتيال. اللي صدق بيهم مثلهم. فهذا نعم. هذا اللي هذول الشردمة جتي للعراق نتيجة اسمه جابوهم الاحتلال. نعم. لأن هذول لا يعرفون يقودون بلد ولا يعرفون يعني يحافظون على كرامة الإنسان. ولذلك يعني المناطق الغربية تدمرت. نعم. وأنا قلت لهم سابقا، هذول قلت لهم مو حكومة، هذول مجرمين حرب يعتاشون على دماءكم. مرت لهم قلت لهم راح يجون عليكم على الجنوب، يعني كان الباحث في الجنوب شغلة. أقسم بالله عايشين مذلة جنوب بشكل لا يطاق. شلون تنتخبوهم؟ يعني أنا بدي أعرف واحد دا يذلني وماخذ حقي ومدمر بلدي. ليش يا ابو حسن؟ بس اهل الجنوب اللي انتخبوا اللي اعتقدوا ان هم زينين. موعدنا احنا ايضا بالمحافظات المنكوبه الان، من انتخب من يسمونه بالسياسيين والسنه، وشنو النتيجه؟ هسه شنو وضع المحافظات المنكوبه؟ كلها نفس الحاله محمد اخويا، كلها نفس الحاله. الغربيه دمروها سياسي السنه. نعم. سياسي والسنة، لأن هم ما عندهم غير هدف بس جمع نعم. الأموال. نعم. يعني تجي يحكي لك بالشعارات الرنانة ويقول لك احنا لأجل القرآن انتخبونا وراح نعطيكم نعم. حقوقكم، وهم كل شيء ما يسوون. نعم. وكذلك الجنوب أخي محمد، يعني أنا شفت البحر معاتي، والله يا أخي محمد معاتي يموتون بالعشرات مال كورونا. يعني نعم. شلون تنتخبوهم؟ والله أنا أنا شخصيا يعني كلامي الحقيقي لي وبذمتي اللي انتخبهم هذا مثلهم، يعني يا اما مع احترامات للسامعين يا اما غبي يا اما يتغابه، لان دمر اسعار الميليشيات تقتل وتسرق، شلون انتخبهم؟ يلا قل لي شلون؟ يعني المستشفيات حدث ولا حرج، والله محمد في طب المستشفى والله تنقهر، يعني تنقهر. العراق كله يا ابو حسن، العراق كله يا سيد ابو حسن هو من سيء الى اسوء، ليست فقط القطاع الصحي. انا اشكرك. للاسف يعني تعقيبا على كلام السيد ابو حسن من بغداد، ليس فقط من هم من الجهلة او من يعني اصحاب الوعي الضعيف او الادراك القليل للاشياء اللي ساروا خلف من دعوهم الى المشاركه بالانتخابات، ضحكوا عليهم بشويه بطانيات ومبردات وصوبات كما قال السيد ابو طه من بغداد. لا، هناك في العراق شريحه محسوبه على فئه المثقفين والصحفيين المعارضين، يعني
ودعوا إلى المشاركة في الانتخابات السابقة. وهناك نماذج معروفة لهذا الشيء، وكان يعني التبرير لهذا الموضوع حقيقة وهي كارثة أيضا بعد مرور هذه السنوات وهذا الخراب، أنه بس خلينا نعطيهم فرصة خلينا نشوف شنو النتيجة. وكان العراق لم يكتفي أو العراقيين لم يكتفوا من التجارب السابقة التي أرسلتهم من سيء إلى أسوأ، لكي يجربوا الآن بنفس الأحزاب وبنفس النمط والنظام الذي اعتمده الاحتلال واعتمدته حكومات ما بعد الاحتلال نهج للسير عليه لإدارة البلد. يعني أمر مؤسف حقيقة أن تخرج هذه الأمور، وربما قد نجد نماذج مشابهة في الانتخابات المزمع إجراؤها طبعا التي دعا إليها مصطفى الكاظمي، أو كما يقول المتصلون إن لم يكن هناك حراكا وطنيا حقيقيا لاقتلاع هذه النماذج الأحزاب والميليشيات من العراق يستحيل أن تكون هناك انتخابات نزيهة بتأكيدات الأحزاب المشاركة في العملية السياسية. طيب الآن نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ومن بعده نعود، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل الحديث اليوم في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج منبر الرافدين عن موضوع الانتخابات، وهل العراقيون لا يزالون يثقون بأي انتخابات تخرج بها حكومات ما بعد الاحتلال والأحزاب التي حكمت ل17 عاما وأوصلت العراق إلى ما هو عليه اليوم؟ هل هناك ثقة لا يزال يعطيها المواطن العراقي لمن في السلطة الآن من سياسيين؟ وهل يمكن لهؤلاء السياسيين أن يحققوا ما وعدوا سابقا ويعدون به الآن العراقيين من حياة مرفهة وحياة آمنة خالية من العنف والميليشيات والسلاح؟ هذا هو السؤال. زين العابدين من النجف، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك استاذ محمد؟ الله يسلمك، الحمد لله. احنا من 2003 لحد الانتخابات ما سوت لنا اي شيء ما سوت، هم نفسهم يدورون بهم دعور. نعم. يعني ندور ننتخب فلان يطلع لنا غير فلان. احنا الانتخابات يعني مو نزيهة. نعم. الانتخابات فيها لعب الانتخابات، ما احنا تنتخب فلان يطلع لك واحد ما ادري منين، يعني نفس السياسيين ماكو لهم اي واحد تغير. يقدرون يقدمون شيء ذول السياسيين نفسهم بالانتخابات الجايه؟ والله ما يقدمون اي شيء، يفوزون كلهم، يفوزون استاذ محمد، يفوزون كلهم، يفوزون. يعني لعبه سياسيه هذا. نعم. هم لحد الان طيب يضحكون. سيد زين العابدين، المتصل ابو طه من بغداد شو يقول؟ يقول كل انتخابات يجون يوزعون بطانيات وصوبات ومبردات ويريدون ان ننتخبهم. طيب هل الصوبات والبطانيات والمبردات تخلي العراقي خلصت مشاكله، تخلص العراقي من مشاكله، من مشاكل الامان، من مشاكل الصحه، من مشاكل التعليم، من المعتقلات، من غيرها؟ يعني استاذ محمد، الصحه فاشله الصحه. نعم. الصحه يعني مركز صحي يداوم الدكتور بالعشر العشر الصبح، دكتور يداوم الساعه بالعشر الصبح، شنو؟ نعم. يعني مو ياخذ راتب من الدوله؟
هي شنو الأسباب؟ نفسهم أستاذ هي المشكلتنا مشكلتنا بالانتخابات، الانتخابات فاشلة ما أصير لها قائمة أبد. يعني أنا سألت يا سيد زين العابدين، إلى الناس اللي يقبلون البطانية والمبردة والصوبة من السياسي اللي يريد يرشحوه، يعني ذولا يوزعون بطانيات وكذا على الناس الفقراء المحتاجين وذولا يقبلون ويروحون ينتخبون، طيب هذا اللي أخذ البطانية وراح انتخب، طيب شو تغير بحياته؟ شنو الجديد اللي تغير بحياته غير البطانية؟ أستاذ محمد هي الواد المفروض ما عندها حالها تعبانة، تعبان يضحك عليها على بطانية، يضحك عليها على 100 دولار على 50 دولار، كلها تضحك راح يضحك على الثاني. نعم ما ضحك صرنا ما ضحك ليش هو ما يسوى الدول اللي وصفنا كهذا ما تضمن شغلات مطور إحنا حتى نرد رد لورا لورا الأمن ماكو استقرار ماكو كل شيء ماكو. نعم أنا أشكرك يا سيد زين العابدين من النجف، شكرا جزيلا للمشاركة، وضحت الفكرة. معنا السيد عقيل من بابل، تفضل يا عقيل. تغيير أحسن شوي. عقيل موجود؟ عقيل تسمعني؟ عقيل موجود؟ عقيل ليش انقطع؟ موجود يسمعني عقيل؟ طيب ما يسمعني عقيل. في رسالة من السيد أبو حاتم من الموصل يقول السلام عليكم، تحية طيبة للجميع أستاذ محمد. يقول المثل الشعبي السفينة إذا كثرت، ما أعرف أنا حقيقة هو كاتب المثل ومعذرة يعني إذا ما عندي علم بهذا المثل. عموما يقول اليوم الأحزاب حدث ولا حرج، كل حزب بما لديه فرحون، وكل حزب له كومبارس وجماهير ويفرحون بيوم الانتخابات عيد لديهم، وهذا اليوم حسرة في قلوب أهل العراق الوطنيين الأحرار، يرون ما يحدث ويتأسفون على هؤلاء المغرر بهم. مرت عدة انتخابات والناس باعت الضمير والشعب والعراق بثمن بخس على يد شياطين وبرلمان الخضراء، عملاء إيران وأذناب المحتل. الوطنيون لهم بالمرصاد ويوم الخلاص منهم قادم إن شاء الله، والسلام عليكم. شكرا جزيلا سيد أبو حاتم من الموصل. النائب عن محافظة نينوى محمد نوري العبد ربه، هو نائب سابق عن محافظة نينوى، أكد أن هناك كتلا سياسية تخشى تعديل قانون الانتخابات للحفاظ على مكاسبها الحالية. أضاف العبد ربه أن الكتل المطالبة بالدائرة الواحدة تسعى لعرقلة تمرير قانون الانتخابات خوفا من التغيير، كون الدوائر المتعددة تهدد بقائها في السلطة، كما أن الإرادة السياسية لتمرير قانون الانتخابات منعدمة. هكذا يرى النائب السابق محمد نوري العبد ربه. من معنا الآن؟ السيد حبيب من بابل، تفضل يا حبيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أخوي؟ الله يسلمك. البرنامج الطيب. حياك الله حبيب، أهلا وسهلا، تفضل. والله يا أخوي رحمة الله على والديكم على هالبرنامج هذا الطيب. الله يسلمك. وإحنا رايدين التغيير كلها الأحزاب. نعم. الأحزاب يخي الأحزاب دمرتنا، إحنا رحنا وانتخبنا وعبروا على ظهورتنا وبعدين حتى خلونا تشحط. نعم إيه والله التغيير الريدة. تقبل بعد تنتخب نفس الوجوه؟ والله هذا اللي عبرت ظهورنا فما أتصوران بعد. أنا بالنسبة لي خاصة ما أقدر أنتخبكم. نعم يعني أوقع بالدم؟ لا. نعم توقع حتى يجون نفس الوجوه يحكموك ويدمرون البلد 4 سنوات؟ لا ما اقبلهم ابد. واللي انتخبناهم احنا وجونا هم شنو الفادونا بيه؟ شنو اللي فادونا بيه؟ نعم اللي انتخبناهم بالبدايه جابوا لنا العباد، احنا العباد الناس ما نعرفها وش سووا لنا، والنوجانا اللي برا واللي برا، وحتى انه جابوا لنا مصطفى الكاظمي واللي هسه اللي موجودين، شنو اللي حصلناه؟ الأحزاب الشيعية ما أريدها. نعم
اي والله رحمه الوالده. شنو اللي يريده؟ احنا نريد شعب ديمقراطي طيب، ما نريد احزاب، ما نريد حراميه، يعني اللي نحكيها حراميه. نعم سيد حبيب، اكو شغله اريد اسالك بها. ب 2005 اول انتخابات صارت بالعراق ب 2005، تمام؟ نعم. وهاي الانتخابات كان معروف عنها انه هي حتكون انتخابات مزوره، بها تزوير، حتطلع منها هاي النماذج اللي بدنا نشوفها اليوم، تمام؟ صح. اكو قوى صحيح. اكو قوى وطنيه صحيح. قوى وطنيه رفضت العمليه السياسيه، رفضت الاحتلال، قالت بانه يا عراقيين قاطعوا الانتخابات. ما حد سمع، اكو ناس سمعت، اكو ناس ما سمعت وراحوا انتخبوا. طيب ذول اللي ما سمعوا هاي الدعوات وراحوا انتخبوا، شنو هسه وضعهم بالعراق بعد هاي السنوات اللي مضت عليهم؟ وشنو ايضا انت رايك بالناس اللي كانت تدعو العراقيين انه روحوا انتخبوا، ذول الاحزاب الدينيه، ذول الناس الزينين، روحوا انتخبوهم، ايش قدموا ذول العراقيين هسه؟ هم اللي قدموه شنو قدموه؟ قدموه ترسوا ابطولهم الخاصه بيهم. هاي واحده. اثنين، نعم. احنا عندنا مثلا هسه مشى بالشارع يقول له باسم الدين باقون الحراميه، احنا لا نطفش او عالم. بعدين طلعوا كل من يريدها بس اله وهاي هي. نعم. اي والله هذا صحيح اللي ببالي انا. فانا اقول لك التغيير التغيير. نعم. يرحم والديكم وبرنامج طيب واحنا متابعينه. شكرا جزيلا. ونشكره. أنا أشكرك يا حبيب، بارك الله بك، شكرا جزيلا. كنت معنا من بابل. معنا السيد أبو عراق من الفلوجة، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أستاذ محمد، بالنسبة للانتخابات، نعم، انتخابات مستعجلين عليها الجماعة ترى على مود التزوير، ترى مو لصالح الشعب العراقي. نعم. واحنا الانتخابات الاوليه اللي جبناهم، احنا حتى نكون منصفين، ترى نعم. الشعب هم يتحمل مسؤوليتهم ذولا، اللي احنا جبناهم حطيناهم. فخلي الشعب يوعى هسه، خلي يعرف من اللي يفيدنا من اللي ما يفيدنا. عم احنا نعم. احنا تحت سيطره احزاب نعم. استاذ محمد، نعم. هذا العراق ترى ثلاث نوبات يقولون الجوار، لا والله اللي جابوهم وطببوهم جوا هم اللي دمروا الشعب هذا. وهاي الحكومات وحده تسلم الوحده استاذ محمد. نعم. هذا شبع بوق يقول لك خليني اجيب واحد مكاني كافي، هاي يعني اخذت حصتي من النفط واخذت حصتي من الواردات. سيد ابو عراق، بعض السياسيين الموجودين بالعراق بعد الاحتلال يقولون بانه يعني توصيات المرجعيه بانه المجرب لا يجرب ما تمشي علي، انا ما لي علاقه بهذا الكلام. يعني دا يطلعون من هاي الشغلات بنظريات معينه حتى يظلون موجودين بالحكم. احنا نسال ونقول المرجعيه اللي دعت الى انتخاب هاي الكتل اللي كانت تحت اسم التحالف الوطني الموحد او التحالف العراقي الموحد، تمام؟ هاي المرجعيه اللي دعت الانتخاب هؤلاء، ليش ما تطلع وتقول يا عراقيين قاطعوا هذه الانتخابات؟ ليش ساكته؟ وليش السكوت؟ يا اخي استاذ محمد، ليش احنا غشمه؟ حتى المرجعيه بعد هم الناس بعد ما يقدروا كل شيء. نعم. مرجعيه راضيه بهذا التصرف كليته. نعم. ولا اسالك بالله عليك، يعني هذا الشعب اللي جاي اخته اللي جاي يتدمر، يعني ما تطلعون انتم يا العلماء، انتم يا اهل الفتوى، اطلعوا حرموا هذا الدم العراقي، قولوا حرام، اتحداهم هسه سنة وشيعة يطلعون يقولون حرام هذا الدم، ما يقدرون عمي. نعم. عمي احزاب مسيطرة على الاول والتالي، ما يقدرون بعض. شعب راح يعني انتهى. نعم. يعني احنا اقسم لك بالله استاذ محمد ترى عايشين بالقدرة. الله يكون بعونكم. بس الله، الله يكون بعونكم، الله يكون بعونكم. انا اشكرك شكرا جزيلا سيد ابو عراق من الفلوجه، وكان الله بالعون. بعد 17 عاما من الاحتلال و15 عاما من اول انتخابات، هذه هي النتيجه. احنا اليوم ب 2020 وحنخلصها، ودا تسمعون الظلم اللي موجود بالعراق، دا تسمعون الشكاوي من العراقيين على الوضع المأساوي اللي هم دا يعيشون به، اللي عايشين به، ودا تسمعون بانه
لا رجاء من هذه الحكومات، لأنها نفس الوجوه ونفس السياسات اللي اتبعت واستخدمت في تدمير هذا البلد وسرقة ثرواته. في رسالة طبعا السيد أبو حاتم من الموصل، طبعا مشكورا طبعا عدل على موضوع المثل الشعبي، يقول السفينة إذا كثروا الملاحين فيها تغرق، وهو أيضا ربط الموضوع بكثرة الأحزاب في العراق. شكرا يا أبو حاتم. في رسالة من السيد أبو محمد يقول السلام عليكم، تحية طيبة لكم. الانتخابات مسيطر عليها من قبل الأحزاب، لأن قانون الانتخابات وقانون الأحزاب والمفوضية تعمل على فوز الأحزاب بالتزوير لأنها تحمل السلاح. أياد علاوي يقول بأنه، وطبعا رئيس ائتلاف الوطنية، يقول بأنه هناك نتائج كارثية حذر منها للانتخابات المقبلة. علاوي يقول بأنه إن لم تتم السيطرة على السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية والطائفية السياسية، فإن أي انتخابات مقبلة ستشهد عزوفا جديدا ونتائج كارثية. وطالب علاوي بعدم الاستعجال في حسم قانون الانتخابات قبل إعطائه الفرصة الكافية للحوار والنقاش داخل مجلس النواب. أياد علاوي اللي يعني طالع عالية بالعراقي، إنه صاحب نظرية ما أعرف، هو أيضا جزء من عملية سياسية، هو رئيس أول حكومة بعد الاحتلال، وطبعا في عهده ارتكبت مجازر بالفلوجة، ويعني هو جزء من عملية سياسية. يسأل مواطن عراقي يقول له مو أنتوا السبب، يقول له أنا شعلية. هؤلاء الذين لا يعترفون بالخطأ ولا يقرون بالخطأ، طبعا بالنهاية هي النتيجة اللي أوصلوا بها العراقيين إلا هو هذا الحد، أنه شعب مدمر، بلد مدمر، اقتصاد مدمر، ونظام أمني منهار. أيضا سعيد كاكائي وهو عضو مجلس المفوضين السابق في مفوضية الانتخابات في العراق، كشف عن وجود عقبة جديدة بشأن المشاركة في الانتخابات المبكرة المزمع إجراؤها في حزيران المقبل. قال كاكائي أن أكثر من 12 مليون ناخب لم يحدثوا بياناتهم البيومترية، وأضاف أن هذا العدد موزع بين 10 ملايين مواطن لم يسجلوا بياناتهم ومليوني مواطن آخر ممن يحق لهم المشاركة في الانتخابات بعد بلوغهم سن 18. إذن موضوع أيضا هناك موضوع مهم، وهو قضية التعداد السكاني وفرز الأصوات وكذلك معرفة عدد المصوتين الحقيقي في العراق. هذا كله لم تجره حكومات ما بعد الاحتلال، لم يكن هناك تعداد سكاني حقيقي، وكان دائما هناك تلاعب بالانتخابات وبطريقة عمل النظام الانتخابي. من معنا الآن؟ طيب، إذن مشاهدينا، طبعا يقول سعيد كاكائي وهو أيضا كما قلنا عضو مجلس المفوضين السابق في مفوضية الانتخابات، أن هناك 4 ملايين ناخب عراقي لم يستلموا بطاقاتهم الإلكترونية الانتخابية، حيث أن تلك البطاقات لا تزال في مراكز التسجيل ومخازن المفوضية، ورجح أن يكون نصف العدد المذكور من المتوفين. طبعا هناك تقارير دولية تؤكد في على الانتخابات السابقة طبعا أن هناك نسبة مشاركة كانت دون 20%، وهي 18% كانت، وحسبت هذه النسبة على أنصار هذه الأحزاب، الأفراد العسكريين الموجودين في المؤسسات الحكومية والأمنية طبعا، وكذلك بعض المغرر بهم للأسف من العراقيين الذين توقعوا أن هناك فرص يجب أن تعطى لحكومات ما بعد الاحتلال. إذن الآن بعد 15 عاما من أول انتخابات، يبقى السؤال القائم، هل بقت هناك ثقة من العراقيين لحكومات ما بعد الاحتلال بالانتخابات القادمة؟ هل لا يزال العراقيون يعتقدون، أو لا يزال بعض العراقيين يعتقدون أن حكومات ما بعد الاحتلال أو هذه الأحزاب قادرة على النهوض بالبلد وبنائه بالشكل الصحيح؟ وإن كانت كذلك، فأين هي من السنوات السابقة وهي موجودة في الحكم؟ هذا السؤال. من معنا الآن؟ معنا اتصال؟ طيب، السيد أبو زينب من النجف، تفضل أبو زينب.
السيد أبو زينب من النجف موجود؟ فقد موجود السيد أبو زينب؟ موجود أبو زينب، تفضل أبو زينب، موجود؟ يبدو أن لدينا مشكلة بالاتصال مع السيد أبو زينب من النجف. طيب مشاهدينا، إذن نحن وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. قبل الختام نود التذكير والتنويه هنا مشاهدينا الكرام أن تردد قناة الرافدين الجديد كما هو ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم هو 10727 على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.